الإيمان هدية تجعلك إله، لكن كيف قد ننشئ أمثالنا ولسنا بخالقين؟ ربما الخلق الذي نحتاجه لا يتطلب صنعا من تراب ملموس، ربما افتراض يطور نفسه أكثر منا، فكيف لفكرة التقدم على منبعها؟ وأنا أناجي داخلي، أحرقت الشمس وجهي، فجلست تحت شجرة جانب الطريق، أستظل بأغصانها، فإذا بشيء يلطم كتفي، وكأن حبة من ثمارها سقطت علي، استدرت لأجد محمودا خلفي، رمت بي الفجأة أرضا، وأنا أتمتم قائلا، ماذا أتى بك هنا؟ فرد، ألا يحق لي تحقيق حلمي؟ أنت تسلك نفس سبيلي إذن، ألم تحيا بعد؟ قلت فرحا، أجابني محمود، دائما أموت وأنا في طريق الحياة، لكن أحيا وأعيد نفس الطريق. سألته بتلهف، إلى ما تطمح؟ أطمح لإنقاذك، أجابني. سألته ولماذا؟ كل منا له دور في الحياة، فما دوري إلا تسليمك مفاتيح الحياة، أجاب. رفعت رأسي إليه قائلا، هدف حياتي بدأ بالتلاشي، فالإيمان وصل إلى سبيل المسدود. رد وهو يحدق إلى عيناي، وما علي إلا فتح السبيل. لفتح السبيل علي أن أصير إلها، قلت بحزن. قال محمود متفائلا، وهل الأمر عسير عن الزمن؟ مهما طال فسنصير آلهة. كيف ذلك؟ رد علي، بتطوير إدراك محيطنا. هل سنصنع خلقا بأيدينا؟ سألته. كلا، بل خلق افتراضي محكوم بقوانين المادة الدقيقة داخل عالم رقمي، أجاب. قال ويده تضم عنقي، إن تطور الحواسيب الكمية عقبته حياة جديدة في المستقبل، إذ صار كمال الحواسيب يضاهي كمال الآلهة، بل أصبح من السهل محاكاة أضعاف كوننا. سيقوم البشر بنقل وعيه إلى حواسيب QCS ذات درجة عالية من التطور، ليعيش حياته بمثالية وهو يختار كل تفاصيلها بدقة. فصنع حلمك أمر وارد مع إمكانية محاكاة خلق جديد، ثم معاينة سلوكه وأفعاله، ومن هذا الخلق سننتقي مفتاح الرب. إذن سأفقه تأثير الإيمان عن بشر أكثر مثالية منا نحن. فسألته، ولكن من أين سيكون لي بحاسوب متطور كهذا؟ لن نحتاج للسفر إلى المستقبل أو ما شابه، فمعي واحد. ثم فتح حقيبته فحمل لوحا لا يتعدى سمكه الهاتف، ثم أكمل قائلا، إذا أردت صنع مثل هذا الحاسوب في وقتكم لكان بقد السماء. انبهرت من مظهر ومميزات حاسوب محمود، فقلت، ومن أين لي نجاعة استعماله وأنا لا أتقن سوى الحوسبة الكلاسيكية؟ لمس محمود جبيني ثم قال، سوف تستطيع إنشاء محاكاة بلغة QCL، فقد بتت فيك أسسها، فما عليك إلا الشروع ببناء خلقك الجديد. سلمني محمود اللوحة ثم غادرني، تركا وراءه طموح إله بإيمانه. حملت الجهاز بيدي، أفتحه، ألج إلى منصة لينكس، ثم شرعت في إنشاء المحاكاة. كانت لغته شبيهة بالسي، بالإضافة إلى إدخال معلومات حالة المادة، لكن كنت أكثر إتقانا لها بفضل هدية محمود. إلى جانب الرمز البرمجي، منحت خلقي الجديد ذاكرة وقصة واحتمالية لا متناهية في الاختيار، الخير والشر، الحب والكراهية، وكل المشاعر التي نتميز بها. ثم فكرت في اسم ينادون أنفسهم به، فأضفت لمسة إلهية على خلقي ليبارك عملي وأجني ثمار ما حصدت، فأسميتهم الآن كما حصل مع جنسنا، كي يخوضوا في الحياة بعفوية أكثر منا، فينتجوا تاريخا وعلوما وتطورا أجدد. ثم أعطيتهم كل ما توصلنا إليه ليكون حاضرنا بدايتهم ونقطة الصفر. بعدها أبدت الغموض في وجودهم، إنها فكرتي في إيجاد الإيمان عن طريق محاكاة الواقع بحياة أكثر تطورا. فهل سيجد الآن الجدد الإيمان أو مفتاح الرب؟